تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية إلى هذه التغطية الخاصة التي نفردها لآخر التطورات الميدانية والسياسية، حيث أكد مصدر عسكري أنه في عملية عسكرية خاطفة وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرثيثة أو القوات الحليفة أحكمت سيطرتها الكاملة على كلية التسليح ووسعت نطاق سيطرتها في منطقة الكليات العسكرية جنوب حلب. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من برلين الدكتور راضي اسكندر. تحية لك دكتور راضي. تحياتي أهلا لك بك سيدتي، تحية للشعب السوري، مساء الخير سوريا. أهلا بك. وينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق العميد المتقاعد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك سيادة العميد. أهلا بك وتحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. قبل أن نبدأ هذا الحوار ننتقل مباشرة لنتابع آخر التطورات الميدانية مع مراسل الإخبارية السورية وليد هناي. وليد، لو تضعنا في صورة آخر المستجدات فيما يتعلق بإحكام السيطرة على كلية التسليح، تفضل. نعم، حياك الله سناء. عمليات الجيش العربي السوري اليوم هي تأتي مباغتة ومفاجئة بعد التقدم والسيطرة على كامل كلية التسليح في المحور الجنوبي. لندى، عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم واقع العمليات داخل الكليات بعد السيطرة على كلية التسليح التي تمتاز بأهمية استراتيجية كبيرة وعدد كبير من الكتل المرتفعة فيها ولها أهمية بإشرافها على طول المحور الممتد حتى من منطقة الراموسة. هذا التقدم الكبير لأبطال الجيش العربي السوري هو قطع أمداد المسلحين بشكل كامل باتجاه الجنوب من حلب المدينة، وبالتالي يعني محاصرة المسلحين وانضمامهم إلى المسلحين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية، أي مما يعني بعد السيطرة على كلية التسليح من قبل أبطال وشاوس الجيش العربي السوري. قام بقطع أمداد المسلحين بشكل كامل باتجاه منطقة الراموسة، وبالتالي نتابع عبر شاشة الإخبارية السورية العمليات المكثفة وواقع الاشتباكات الفردية داخل الكليات، لا سيما لدحر الإرهابيين إلى خارج هذه الكليات، أو يعني بحسب المصادر بأن هنالك أعداد كبيرة من قتلاهم وتدمير لعتادهم وأدوات إجرامهم. العمليات المستمرة هي تأتي بكل قوة وحكمة من قبل أبطال وشاوس الجيش العربي السوري بعد اتباعه عملية حرب التلال والسيطرة على عدد من التلال المحازية والواقعة محيط الكليات العسكرية. الجيش العربي السوري قام بقبضه على زمام الأمور كاملة وقطع أمداد المسلحين من كامل الاتجاهات باتجاه الكليات العسكرية، وبالتالي كلية التسليح التي تم السيطرة عليها صباح اليوم، ويعني ملاحقة فلول الإرهابيين الذين فلوا باتجاه الجنوب من حلب المدينة، لا سيما أيضا المسلحين المتواجدين والذين يلقوا حتفهم على أيدي أبطال وبواسل الجيش العربي السوري. نحن نسمع الآن أصوات الاشتباكات هي على أشدها، لا سيما بأن خلال الساعات القليلة القادمة يعني تشهد مدينة حلب انتصارات أكبر من أن يكون انتصار كلية التسليح، ونلاحظ كيفية التعامل ضد المجموعات الإرهابية المسلحة من قبل الأسلحة المناسبة لأبطال الجيش العربي السوري وتدمير لآلياتهم وأدوات إجرامهم. هذه النقطة التي تمتاز بإشرافها مباشرة على طريق الراموسة المؤدي إلى داخل مدينة حلب عبر الريف الجنوبي. نحن اليوم نتحدث عن قطع أمداد المسلحين وبالتالي شبه محاصرة المسلحين المتواجدين داخل الأجزاء الجنوبية التي تقدموا إليها من منطقة الراموسة، لا سيما أيضا بمحيط الكليات. كل هذه العمليات التي تأتي من قبل أبطال الجيش العربي السوري هي أتت بعد يعني حكمة واستراتيجية، ويعني وهذه العمليات التي أتت لي يعني دحر الإرهابيين ومقتل العشرات في صفوفهم. العمليات المستمرة هي تسحق الإرهابيين سنة وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. العمليات المستمرة هي متواجدة، غارات سلاح الجو هو متواجد لا سيما على طول المحور الممتد من مشروع 1070 شقة باتجاه مدرسة الحكمة، ومن مدرسة الحكمة باتجاه الكليات العسكرية التي ترصدها لكم عدسة الإخبارية السورية، ومن هذه الكليات باتجاه منطقة الراموسة. الآن الجيش العربي السوري دخل في عمق المسلحين
المسلحين عبر السيطرة على نقطة الكلية كلية التسليح، والعمليات مستمرة بداخلها، لا سيما بأن خلال الساعات القليلة القادمة يكون هنالك سيطرة على كامل نقطة الكليات، وبالتالي عزل المنطقة ناريا ويعني محاصرة الإرهابيين الذين هم متواجدين داخل الجزء الجنوبي من حلب المدينة، وملاحقة فلولهم والسيطرة النارية على معاقلهم وشل حركتهم داخل منطقة الراموسة، وأيضا مشروع 1070 شقة باتجاه مدرسة الحكمة، عمليات كبيرة. الجيش العربي السوري يحقق إنجازات عظيمة، والآن نبشر أهالي حلب بأن قاب قوسين أو أدنى من هذا الطريق، طريق الراموسة، بأن يكون آمن من جديد، بأن هذه العمليات هي ستسحق الإرهابيين الذين يفلون كالجرذان من نقاطهم تحت دعس أبطال يعني أقدام بواسل الجيش العربي السوري الذين يحققون أروع الانتصارات. لن أطيل عليك سناء، سوف نوافيكم برسائل مباشرة وقادمة من محيط الكليات، من محيط هذه الكليات التي تشهد عمليات عظيمة من قبل أبطال الجيش العربي السوري. العودة إليك سناء إلى استوديو الإخبارية السورية. أشكرك على كل هذه المعلومات وليد هناي مراسل إخبارية سوريا في حلب، وسوف نكون معكم فور ورود أي جديد. إذن أعود إليك سيادة العميد بالحديث عن إحكام السيطرة لوحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة على كلية التسليح، ما الذي يكون قد تحقق بالمعنى العسكري مع اقتراب أحكام الطوق من جديد؟ أن هذا الإنجاز الذي جاء بعد سلسلة من الإنجازات والتقدم على معظم التلال الحاكمة والاستراتيجية، بدءا من تلة أم القرع الاستراتيجية إلى تلة الصنوبرات إلى تلة المحروقات والقراصي، ومن ثم السيطرة على مشروع السكن 1070 وصولا إلى حي العامرية. هذه الإنجازات في الحقيقة مع أيضا التمسك والقضاء على المجموعات المسلحة في محيط معمل الإسمنت وصولا إلى تلة الضمان وتل بازو، الجيش قبل أن يقتحم كلية التسليح نصب رؤوس جسور في محيط هذه الكليات، المدرسة الفنية والجوية وأيضا كلية التسليح، ولذلك فاجأ المسلحين بهذا الهجوم العنيف والصاعق ودمر لهم خطوطهم الأمامية بشكل كبير، وتقدم ليسيطر ويبسط سيطرته على كامل كلية التسليح، الذي يعني أيضا مع وجود رأس جسر واقتحام وكسر وهدم للسور من الجهة الشرقية لمحور الكليات أو لمنطقة الكليات، هذا يعني بأن الجيش سيعمد إلى تطبيق الكماشة والمطرقة والسندان ليعصر هؤلاء الإرهابيين في موقعهم في قلب هذه المنطقة وهي كلية المدفعية، وخاصة في المنطقة التي توجد فيها كتيبة البيانات ستشهد، لأن ضربات النيران بسلاح الجو والمدفعية حاليا توجه إلى هذه المنطقة، وهذا يعني بأن الهجوم سيتم تطويره باتجاه وهي نقطة هامة جدا، الوجهة ما بعد كلية التسليح. سوف أعود إلى هذه النقطة الهامة سيادة العميد، لكن أعود إليك دكتور راضي اسكندر الباحث في الشؤون السياسية معنا عبر خدمة سكايب من برلين. دكتور راضي، أهمية ما تحقق اليوم بهذا الإنجاز باقتراب أحكام طوق من جديد حول التنظيمات الإرهابية؟ نعم سيدتي، لما تحقق اليوم أهمية كبيرة، إذ أنه يؤكد الاستراتيجية التي يمضي في سبيلها، في سبيل تحقيقها وتنفيذها وترسيخها الجيش العربي السوري مع القوات الحليفة المتحالفة والمساعدة له لاستئصال الإرهاب في سوريا. نحن قلنا منذ فترة، منذ بداية هجوم أسراب الجراد الإرهابي المدعوم أردوغانيا ومن قبل آل سعود، بأن الجيش العربي السوري سوف يقوم بإنشاء مقبرة جماعية لهؤلاء الإرهابيين في منطقة الكليات، وهي المنطقة الأكثر مناسبة حقيقة جغرافيا وأيضا معلوماتيا من قبل قوات الجيش العربي السوري ليتم ذلك في هذه المنطقة. امتصاص هجمات الإرهابيين الانتحارية بحد ذاته إنجاز عسكري
قل نظيره، ربما لم يشهد التاريخ قدرة أن جيشا في العالم استطاع أو يستطيع أن يمتص هذا الجنون الانتحاري الوحشي الإرهابي الشاذ المشبع بإيديولوجيا القتل والإرهاب بهذه القدرة. والتراجع الذي كان هو تراجع لحماية عناصر الجيش العربي السوري، كون العنصر في الجيش العربي السوري مقدس وهو على درجة عالية من الأهمية، وحمايته لإعادة السيطرة على المناطق التي يمكن النفاذ الإرهابي فيها كان هدفا بحد ذاته أيضا. والآن نحن نشهد بأن هذه الاستراتيجية التي أعلنها الجيش يتم تطبيقها على أرض الميدان، ونحن نشهد عودة سريعة لقوات الجيش العربي السوري إلى منطقة الكليات والمنطقة التي كانت حقيقة مغلقة عسكريا، والتي فتحها فقط للعناصر الإرهابية لأسراب الجراد الإرهابي الانتحاري الذي انتحر فيها وقبر إلى الأبد. نعم، الجيش العربي السوري يقوم الآن باستئصال الجماعات الإرهابية، وهذه الجماعات الإرهابية تضم أعداد هائلة وكبيرة من المرتزقة الأجانب، ولذلك انعكاس هام جدا على كافة الجغرافيا السورية بالمعنى العسكري والعملاتي، وبالتالي انعكاس على السياسة. نعم. سوف أعود إلى الانعكاسات في السياسة والثقل السياسي لما تحقق في الميدان في حلب بالتحديد، لكن أعود إليك سيادة العميد، كنت تتحدث بنقطة هامة وهي ما بعد السيطرة على كلية التسليح ميدانيا، ماذا عن وجهة العمليات القادمة؟ تفضل سيادة العميد. لا شك بأن عمليات الجيش القادمة بعد أن قطع كل خطوط الإمداد ومحاور التحرك للمجموعات المسلحة وحولهم مع أحياء حلب الشرقية إلى كتلة مشلولة ومطوقة ومخاصرة، فالمنطق يقول بأن الجيش الذي يسيطر على أسوار منطقة الكليات من الجهة الشرقية مستندا إلى دفاع متين وصامد بمعمل الإسمنت وبعض المناطق الأخرى، مع هذا الهجوم الضاغط والعنيف والكبير الذي أمن للجيش بسط سيطرته على هذه الكلية خلال أقل من 4 ساعات، إذن سيتجه نحو كلية المدفعية مع أيضا الضغط من بنيران القوة المتواجدة من الجهة الشرقية لكي يتم عصر هذه العناصر الإرهابية وسحقهم وتدميرهم، وبالتالي تحويل هذه المنطقة فعلا إلى مقبرة. ويعني الجيش الذي أيضا ضرب مناطق تواجدهم في كفر حمراء ومعرة الأرتيق وظهرة عبد ربه، أي منع وجود أي إمكانية لإيصال التعزيزات لهم، وبالتالي حولهم إلى أسرى ومقتولين. وحتى عملية الاستسلام بعد أن سيطر الجيش على كل حرم كلية التسليح لم يعد هناك إمكانية لأن يستسلموا، لأنهم مطوقون بالنار من الجهات الأربع حاليا، والنيران من الجهة الشرقية والغربية تحرقهم ولا يستطيع الخروج حتى من الخنادق التي حفروها وأقاموها، هم إن خرجوا ويتغطون بساتر من الجهة الغربية يكون من الشرق نيران الجيش وقوات الحلفاء تحصدهم وتحرقهم. نعم، أعود إليك دكتور راضي، كنت تتحدث عن انعكاسات في السياسة، ما يتحقق اليوم في الميدان السوري على كامل الجغرافيا السورية كيف يترجم، وبالتحديد الحاصل اليوم في حلب؟ نعم سيدتي، ما يحصل الآن في حلب أنا أسميه تكاملا فيما بين السياسة والدبلوماسية التي تقودها روسيا، وبين العمليات الميدانية الحاسمة للجيش العربي السوري.
والهدف من هذا التكامل هو استئصال الإرهاب بشكل كامل. القدرة السياسية والدبلوماسية الروسية على تحييد عدوانية العثماني الفجة والمباشرة في الشأن السوري، وربما ما سينتج عنها في القريب القادم من الأيام إغلاقا للحدود التركية مع سوريا، منع دخول العصابات الإرهابية بالاتجاهين، ما يعني قبر هذه العصابات الإرهابية الأجنبية على الأراضي السورية بقوة سواعد وبواسل الجيش العربي السوري. نعم، هو تكامل بكل المعاني فيما بين السياسة وبين العسكر، استئصال هذه العناصر الإرهابية بالكامل. لا يمكن أن يصلها أي إمداد، لا بشري ولا لوجستي، وهذه حقيقة. الآن نحن نسمع صريخ هذه العناصر الإرهابية، الآن التباكي الأمريكي على هؤلاء الإرهابيين القتلة، وهم جيشه المتقدم في سوريا حقيقة. الآن الهجوم الأمريكي على تصريحات بوتين المتفائل بخصوص إنهاء الصراع في سوريا، سببه الأساسي والرئيسي هو كسر شوكة الإرهابيين في سوريا ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاستثمار أكثر وأكثر بهم. نعم، سوف أعود إلى الحاصل اليوم بين الطرفين الروسي والأمريكي وآفاق التوصل إلى تفاهمات وإتمام هذه التفاهمات بين الطرفين، خاصة مع توالي التصريحات فيما يتعلق بهذا الموضوع واقتراب التوصل إلى اتفاق في الجزء الثاني من الحوار. لكن أبقى في التطورات الميدانية وأعود إليك سيادة العميد. الطيران الحربي السوري نفذ غارات مكثفة على تجمعات الإرهابيين، وهذه الغارات ركزت على خطوط إمداد الإرهابيين في الريف الجنوبي، نتحدث عن خان طومان ومعراتة أيضا. هذا التكتيك كيف ستكون نتائجه في العمليات اللاحقة؟ لا شك بأن تكثيف الغارات الجوية على محاور تحرك الإرهابيين من الجهة الجنوبية التي تتصل مع الريف الشمالي الشرقي لإدلب والريف الشمالي لحماة، لكي يحرم المجموعات الإرهابية المطوقة والمشلولة من أي إمكانية للاستفادة من سيطرة وتقدم المجموعات المسلحة في عدة مناطق في الريف الشمالي لحماه. ولذلك هذه العمليات التي تستهدف هذه المنطقة التي تصل ما بين شمال حماه وجنوب حلب هي لكي تكون الخطوط الحمراء وخطوط حمراء ترسم بالنار لمنع تقدم المسلحين، حتى عبر الرسائل بأنهم يقدمون لهم رسائل بأن لا ينهاروا ولا يستسلموا. ولذلك هذه الضربات أيضا لتمهد لعمليات الجيش في الهجوم المضاد الذي بدأه انطلاقا من معردس باتجاه حلفاية وطيبة الإمام وبعض المناطق التي دخلها المسلحون بعد أن أمن الجيش هذه المنطقة والخط الدفاعي الذي عززه بمعردس ومحيط جبل زين العابدين و عدة مناطق أخرى. وأيضا استهدف الجيش بالإضافة إلى ضرب محاور تحركهم إن كان في مورك وفي محيط صوران وأيضا في الحميرة وعلى محور معرة النعمان وسراقب باتجاه تل الضمان وبازو، لكي لا يكون هناك إمداد ودعم لا بشكل حقيقي مادي ولا بشكل معنوي، أي ضرب حتى رسائل معنوية تضرب بهذه النيران وتحطم محاور ومواقع المسلحين في هذه المنطقة. والجيش الذي انتزع زمام المبادرة وبدأ بالهجوم المضاد على مواقع المسلحين في ريف حماه الشمالي الغربي، أنا بتقديري ستؤتي أكلها في الساعات والأيام القليلة جدا بعد أن احتوى الجيش هجماتهم ودمر مقدراتهم، إن كانت بالعتاد والسلاح وإن كان بالقوى البشرية، وبدأ حاليا بهذه الهجمات المضادة على المحاور الحيوية مؤمنا
مدينة حماه ومحردي بشكل كامل ومبعدا حتى مصادر النيران بتدميرها أو بإخلائها، وأيضا المطار الذي لم تصله حتى نيران هذه العصابات المسلحة. وبهذا الشكل يكون أيضا الجيش في معركة حماه الشمالية أيضا حول هذه المجموعات الإرهابية، جيش النصر وجيش العز وجند الأقصى مع جبهة النصرة، أيضا إلى كيان مكشوف لضربات الجيش، لأنهم هم من نزروا، يعني هؤلاء منزورون للموت في سبيل المشروع الوهابي الصهيوني، والجيش والحلفاء هم من تعهدوا بحفر قبورهم وإحراقهم في هذه المنطقة التي أصبحت مكبا للنفايات الإرهاب في هذه المنطقة. نعم، من الهام أننا تطرقنا أيضا إلى الجبهات الأخرى وخاصة الحاصل في ريف حماة الشمالي وتصدي الجيش العربي السوري للإرهابيين وما يخطط له داعمو الإرهاب وفي مقدمتهم السعودي. بالانتقال إلى أيضا جبهة أخرى معك دكتور راضي، ما بعد إنجاز التسوية في دارية واحتمال وإمكانية تكرار المشهد في مناطق أخرى أيضا في الريف الدمشقي، كيف يكون أو يسهم ذلك في رسم خارطة ميدانية في ريف دمشق؟ نعم سيدتي، هو باب مصالح الوطن والاتفاقيات بين هذا معين مع الحكومة السورية. حقيقة أنا أرى المصالحة الوطنية في أي مكان يحصل في سوريا، سواء في دارية أو في حمص أو في أيان، هو انتصار حقيقي لا يقل عن أي انتصار استراتيجي يحققه الجيش العربي السوري في أي نقطة على الجغرافيا السورية حقيقة. والمصالحة الوطنية مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والحلف المعادي للجمهورية العربية السورية، كما الجيش العربي السوري وكما قيادة الجيش العربي السوري بشكل كامل. هم يحاولون استهداف أي محاولة للتقارب فيما بين السوريين، أي محاولة للجلوس مع بعضهم للتفكر فيما آلت إليه الأمور خارج عن إرادتهم. حقيقة هناك مناطق كبيرة، مساحات جغرافية ديموغرافية أيضا كبيرة في سوريا فرض عليها الصراع، فوجئت بوجود عناصر إرهابية منتمية فكريا وأديولوجيا لدول إقليمية معينة بقوة الدعم والحشد والتغذية الاقتصادية التكفيرية، وهم باتوا أمام خيار إما أن يحملوا السلاح أو أن يموتوا، لا حل آخر. وهذه العناصر الإرهابية ليست قليلة، هم عبارة عن إرهابيين من جنسيات متعددة في هذا العالم بأعداد كبيرة جدا وصلت إلى مئات الألوف، مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما نقول أنهم مدعومون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن جيوش على العصابات وليس عن جماعات مرتزقة إرهابية يمكن أن تموت من خلال بعمليات استئصالية معينة. يفرحنا جدا الأخبار التي ترد من سوريا عن المصالحات في دارية وعن قرب حصول مصالحات أخرى في المعظمية أو في مناطق أخرى في دمشق أو في حمص مثلا. هذا يحيد أعداد كبيرة من السوريين عن هذا الصراع الذي لا ناقة ولا جمل لهم به، ويعري من يريد أو من نزر نفسه كما قال سيادة العميد قربانا للمشروع الوهابي الصهيوني الأمريكي في المنطقة لتدمير سوريا وتفتيتها وتحويلها إلى كيانات طائفية مريضة ومتقاتلة ومتحاربة ذات أدنيد. وهؤلاء الذين نروا أنهم لهذه مصيرهم، نعم الساحة تحت أقدام الجيش العربي السوري والذي قرر منذ فترة طويلة أن يرسلهم إلى حيث يريدون عند وإلى حيث يحلم بإشباع غرائزهم ونهنهم الجنسي والنفسي والمرضي. نعم، أعود إليك سيادة العميد. سيادة العميد، مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الروسي والأمريكي حول سوريا، كيف ستكون انعكاساته الميدانية؟ لا شك بأن
ما نشهده من تصعيد هو في الحقيقة يسبق ويرافق هذه المفاوضات، ولكن عندما يتم التوصل إلى اتفاق وتفاهم أنا بتقديري ستنطفئ وينطفئ وهج هذه الموجات الهجومية من قبل هذه العصابات الإرهابية، لأن كل ما حصل على جبهة حماه وأيضا التصعيد في الجنوب السوري في درعا وغير ذلك كان بسبب هذه الإنجازات والتحولات، ولذلك أرادوا عبر هذا التصعيد وأن يكون بهذا التوقيت لكي يستثمروه ويستغلوه على المسار السياسي. وحتى عندما يصرح أوباما بأن هناك صعوبات لتحقيق الاتفاق والتفاهم مع الروسي، أنا بتقديري هو يريد أن يعطي لمعنى كبيرا وعميقا لهذا الاتفاق عندما يتحقق بأنهم استطاعوا. نعم. قال أوباما بأن هناك خلافات سماها بخلافات خطيرة بين الطرفين الروسي والأمريكي. هو أراد أن يصور هذه الخلافات بأنها خطيرة لكي يعطي كما قلت لهذا الإنجاز معنى عميقا وكبيرا، بأنهم زللوا بسبب الإرادة التي يملكها الطرفان، زللوا هذه الصعوبات والمخاطر وأنجزوا هذا الاتفاق. ودعيني أشير إلى نقطة هامة، لأننا حاليا في مرحلة ولحظة أمام خيارين، إما التوجه إلى المواجهة أو التكيف، والعالم لا يحتمل الذهاب إلى هذه المواجهة التي لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتداعياتها الكارثية. ولذلك كل ما انجلى وتبلور عبر الأسبوعين الماضيين يظهر بأن طريق التفاهم والاتفاق قطع مسافة تتجاوز 90%، وتركوا للزعيمين لكي يكون كما قلت معنى لهذا اللقاء، وإلا لماذا سيلتقوا ويعلنوا عن اتفاق؟ فلذلك هذا التمظهر أو التظهير والتضخيم للخلافات وبأنها خطيرة لكي يكون هناك معنى لهذا اللقاء. وأنا أقول بأن الاتفاق قائم وحاصل، وما التحولات التي قامت بها تركيا إلا في هذا السياق. وأيضا أمريكا عندما يعني نسجت هذه اللعبة وهذا السيناريو بتحريك المكون الكردي إلى هذه المنطقة، ومن ثم تحركت تركيا وبدأ يعني تجميع هذه الأوراق بإخراج الدواعش وملء الفراغ من قبل حلفاء أمريكا، إن كان ما يسمى بالجيش الحر وبقية الفصائل المرتبطة بتركيا أو المكون الكردي، وبالتالي ضمنت تحويل عوامل وعناصر الاشتباك إلى عوامل تشبيك كما ضمنتها روسيا. وهذا ما يقدمه الخطاب التركي على لسان كل المسؤولين بتحول الموقف التركي ورغبة تركيا بالتطبيع ورغبتها بالحفاظ على وحدة التراب السوري. إذن كل هذه الأمور يجب أن نقرأها، ولكن بالسياسة تقدم هذه العناوين ومن ثم ترفق بنتوءات ومخاطر لكي يكون هناك معنى وقيمة لمن يفاوض ويحاور بأنه أنجز. نعم. وكل تصريحات تركيا التي تحدثت عنها سيادة العميد لا تنسجم مع الأفعال على الأرض. نتحدث عن عدوان التركي ومستمر على الأراضي السورية، وكذلك الدعم للإرهابيين. للأسف أن الوقت قد تداركنا في هذا المحور. أشكرك جزيل الشكر العميد المتقاعد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو شرق الصين، واستهل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة بفعالية التقاط الصور المشتركة. وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا وأمريكا اتفقتا على العديد من النقاط حول سوريا، وقال أنه سيلتقي لافروف صباح غد لمحاولة تخطي الخلافات القليلة المتبقية.
إلى أن القمة سبقتها عدة تصريحات حول الاجتماعات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أهمها الذي اعتبرته موسكو أن إمكان عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري يتوقف على قيام واشنطن بفصل ما يسمى بمجموعات المعارضة التي تدعمها في سوريا عن الإرهابيين. إذن مشاهدينا، لمتابعة هذا المحور نجدد الترحيب بضيفينا الكريمين، الدكتور راضي اسكندر معنا عبر خدمة سكايب من برلين وهو الباحث في الشؤون السياسية، وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور حسام مطر الخبير في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور حسام. يعطيك العافية. أهلا بك. إذن دكتور حسام، نبدأ مع ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قال بأن روسيا الولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى اتفاق حول سوريا، وليس هناك أي أسس للتشكيك في نجاح المباحثات في هذا الشأن. بداية فيما يتعلق بهذا الاتفاق، هل نتحدث عن عملية لإعداد الحل برأيك دكتور حسام؟ يعني أعتقد نعم، هناك اللي نقول بناء إطار للحل، يعني أفضل من استعمال أنه نحن وصلنا إلى لحظة التسوية. هناك محاولة لبناء إطار الحل، القواعد العامة، المبادئ العامة، بالحد الأدنى لتثبيت التوازن الميداني الحالي، ولبدء تثبيت خطوط القتال تمهيدا لفتح مسار التسوية السياسية، وهذا مسار سيستغرق وقتا، لكن يحاول الروس والأمريكيون وفق التوازنات الميدانية الحالية التي هي لصالح الدولة السورية وحلفائها، وهذا إقرار من الأمريكيين أنهم يرضخون لهذا التوازن. هنا يجري بناء على هذا التوازن الميداني تثبيت إطار للحل السياسي، يرسم مسار الحل السياسي الذي سيمتد لأشهر طويلة وربما لسنوات، وهذا يضمن في المرحلة القريبة بدء تخفيف حدة الحرب في سوريا وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها بالتوازي مع مجموعة إجراءات سياسية وإنسانية تمهد مناخات إيجابية لتفاوض يتيح في النهاية بالوصول إلى حل نهائي للأزمة السورية. نعم دكتور حسام، بالأمس قال أوباما بأن المفاوضات بين واشنطن وموسكو هي صعبة وهناك خلافات سماها بالخطيرة بينهما، هل يعني ذلك بالحديث اليوم عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بأن موسكو وواشنطن سيلتقيان في منتصف الطريق؟ ليس بالشرط بمنتصف الطريق، يلتقيان حيثما تتيح توازنات القوة. الذي هو الأكثر قوة بالأرض هو الذي سيكون باستطاعته جذب وإجبار الآخر على القدوم إلى مسافة أقرب إلى مصالحه. لن يحصل أحد على كل شيء بطبيعة الحال، لكن هناك سيكون طرف حصد المكاسب الأكبر من هذه الحرب، وواضح اليوم. لذلك ليس بالضرورة أن نصل إلى منتصف الطريق، بل أن نلتقي على توافقات تعكس التوازنات الميدانية بنهاية المطاف. واليوم التوازن الميداني بشكل كبير هو لصالح الدولة السورية وحلفائها، وهذا ما أجبر الأمريكيين على القدوم باتجاه تسوية، خاصة أن أوباما نافذة الوقت لدى أوباما ضيقة. لكن أعتقد هذه الخلافات طبيعية، وحتى لو وصلنا إلى إطار سياسي ليس هناك ضمانة أن هذا الإطار السياسي سيسير تطبيقه بشكل سهل، كما نشهد اليوم في الاتفاق النووي الإيراني. هناك اتفاق ناجز في الملف النووي، ولكن تطبيقه يتعثر بحسب التحولات وبحسب من هو في الإدارة الأمريكية اليوم. حتى لو وصلنا إلى هذا التقاطع أو هذا الإطار الحل السياسي بين الروس والأمريكيين، هذا لا يضمن أنه سيسير بشكل تلقائي وطبيعي، بل سيتعرض طوال الوقت لعمليات اختبار، خاصة مع قدوم الإدارة الأمريكية المقبلة. نعم، هي نقطة جدا هامة أنقلها للدكتور راضي. حتى دكتور راضي، لو تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لو تم إنجاز التفاهمات فيما بينهما، يطرح نقطة هامة الدكتور حسام، ماذا عن التطبيق؟ خاصة أنه في كل الاتفاقات السابقة كنا نشاهد المراوغة المناورة الأمريكية والالتفاف أيضا على ما تم التفاهم عليه. نعم، هم يحاولون وسيحاولون حتى النهاية دائما استغلال أي ثغرة والاستثمار على أي فكرة حقيقة في العسكر. الناجز حقيقة هو والقناعة التي بات عليها الجميع، سواء الأمريكان وأيضا شركائهم الروس في السياسة، أعني خصومهم في السياسة، أن ميزان القوى
هو في سوريا بات بشكل محسوم لصالح الجيش العربي السوري، لصالح الحكومة السورية والشعب السوري الداعم والمؤيد والملتف حول هذه القيادة وهذه الحكومة وهذا الجيش العقائدي البطل الذي ينجز مهمة الدفاع عن سوريا عبر قيادته لحرب دفاع وطنية لم يشهد تاريخ حقيقة أنبل منها في مواجهة عدوان كون دولي يتألف من أرهاب لأرهاب تم احتضانها وترويضها وتدريبها وإحشائها بإيديولوجيا إرهابية لا يمكن لجيوش في العالم حقيقة. ونحن نشهد انكسار الناتو، جيوش الناتو أمام هذه الإيديولوجيا في أفغانستان. إذن ميزان القوى هو لصالح الجمهورية العربية السورية وحلفائها، وهذا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية دائما على أن يخففوا من غرورهم وعلى أن يضعوا أقدامهم على الأرض قليلا، لأن العناصر الإرهابية التي اعتمدوا عليها باتت بحكم المنتهي علاها، خصوصا لو تم إنجاز الاتفاق الروسي الأمريكي التركي وتم إغلاق الحدود ووقف التمويل وتسديد التدريب ورفع العناصر الإرهابية الموجودة في سوريا بعناصر أخرى جديدة. التصريحات الأمريكية تطالب، معناها بأنها تعني بأن الأمريكي يطالب بالمزيد من التنازلات من قبل الروسي، الروسي المنتصر بالكامل. هو قال الرئيس أوباما من الصعب الوصول إلى حل وتسوية ناجزة ومنتهية في سوريا روسي. المزيد من الرسولات الروسية نعم نعم التي تحت سوف أعود إلى هذه النقطة. نعم له ماء سوف أعود الواجب إلى هذه النقطة لو سمحت لي دكتور راضي، عذرا على المقاطعة. أنتقل إليك دكتور حسام. دكتور حسام، إذا أردنا أن نتحدث عن التفاصيل فيما يتعلق بهذا الاتفاق، خلافات كثيرة بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بتصنيف التنظيمات الإرهابية، هل تتخلى واشنطن عن استخدام النصرة وهي ما كانت تمنحها الغطاء طيلة الفترة الماضية؟ أو بطبيعة الحال نتحدث عن النصرة ومن يتحالف معها؟ يعني الولايات المتحدة اعتادت أن تقامر وتجازف وتستغل هذه الجماعات، وإذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان مضطرة فيه للتخلي عن هذه الجماعات أو مقايدتها فهي لن يعني تتردد أبدا بهذا الشأن، هذا لكان دائما مسار الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا ممكن إذا توصل الأمريكيون إلى نتيجة مفادها أن هذه الجماعات فقدت دورها وفقدت وزنها وفقدت وفقدت الحاجة إليها، يمكن أن يخوض الأمريكي هذه التجربة. لكن أعتقد الأمريكي لن يرمي كل أوراقه الآن، لازال مسار التسوية بحاجة إلى وقت، ومن غير المنطقي أن يقدم الأمريكي كل أوراقه الآن. أعتقد أنه سيحصل اليوم ما يسمى في الدبلوماسية هو مسار الخطوة بخطوة، بمعنى سيتم وضع مسار عام، إطار عام للحل السياسي، ويبدأ التطبيق بناء على خطوة مقابل خطوة من الطرف الآخر، ولن يسلم أحد كل ملفاته وأوراقه منذ بداية الطريق. لذلك قد يترك الأمريكي جبهة النصرة في مسار معين، ولكن يبقيها جاهزة للاستخدام، النصرة أو سواها من الجماعات يبقيها جاهزة للاستخدام في مرحلة أخرى إن اعتقد أن المسار كما كان يطمح إليه لم يصل إلى المبتغى. وإذا أيضا يحصل مع داعش، اليوم الأمريكيون يقاتلون داعش في سوريا والعراق، لكن ليس للقضاء على داعش بل لضبطها ضمن حجم يمكن السيطرة عليها، ثم إبقاؤها ورقة للمساومة والتسوية مع الدولة العراقية ومع سوريا ومع إيران إلى المستقبل. بالتالي سيجري تطبيق خطوة بخطوة، وهذا المسار معرض للانتكاسة بشكل دائم، ولن يقدم الأمريكي هذه الجماعات بشكل نهائي للروسي. قد يرفع عنها الغطاء لفترة، ثم إذا وجد حاجة يعيد الاستفادة منها ويعيد تنشيطها وتسليحها، وهذا المسار سيستكمل إلى حين اطمئنان الطرف الأمريكي أنه حقق بما يمكن وصفه أفضل الممكن
من خلال الأزمة السورية. نعم، أبقى في ذات النقطة وأنقلها إليك دكتور رعدي، خاصة بأن التصريحات الروسية كانت تحدث عن خلافات فيما يتعلق بذلك بتصنيف التنظيمات الإرهابية، وقال قبل أيام وزير الخارجية سيرجي لافروف بأن أو كان هناك تصريحات للخارجية بأن اللقاء بين كيري ولافروف يتوقف على قيام واشنطن بفصل ما يسمى مجموعات المعارضة التي تدعمها في سوريا من الإرهابيين. هل سيتم تجاوز هذه العقدة الخلافية بين الطرفين وبالتالي تتخلى واشنطن عن استخدام الإرهابيين؟ ربما حقيقة سيدتي يستطيعون الوصول إلى ذلك. لا أسهل حقيقة من تغيير اسم تنظيم إرهابي وتبديله باسم آخر ونزع قطعة القماش التي يرفعها راية له وحمل راية أخرى. هذه اللعبة الأمريكية يعني ربما هم الأكثر خبرة فيها والتي كرروها ربما مئات المرات في سوريا. هم نفس الفصيل نفس المجموعة الإرهابية، مرة يقصرون لحاها، مرة يطولون تلك اللحى، مرة يجبرونهم على رفع علم الانتداب الفرنسي وممسحة حذاء برنارد هنري ليفي، ومرة يجبرونهم على رفع رايه السواد الغرائبي الارهابي السعودي، ومرة ينفعون رايه سلطان بني عثمان الجديد. هذه المجموعات الإرهابية كلها واحدة، يسهل على الأمريكي حقيقة فصل تغيير أسمائها وتغيير حتى خطابها، و يساوم وما يزال يساوم، وهذا هو سبب عدم وصول إلى تسوية حتى اليوم. الأمريكي يطلب من الروس ربما تحقيق أو المشاركة بتحقيق نصر استراتيجي ما معين على الجغرافيا السورية، هو يستخدم الأكراد من جهة، يستخدم الترك من جهة أخرى، يستخدم العناصر الإرهابية والداعش. يوم الإرهاب، الإرهاب هو صنيعة أمريكية بتمويل أدواته الخليجية الرجعية العربية. هذه استراتيجية الأمريكان المنتهجة منذ بداية القرن الجديد بعد حرب العراق حقيقة، لن يتخلوا عنها ببساطة، لكن الانتصارات المتجددة التي يحققها الجيش العربي السوري التي تؤكد رجحان ميزان القوى لصالح هذا الجيش و القيادة السورية هي وحدها التي تفرض على الأمريكي الإذعان، وهي التي وحدها يمكن أن تفرض على الأمريكي تغيير سياسته تجاه سوريا ولقبول الشروط التي يمكن أن تمليها الإدارة أو القيادة الروسية. من المعروف جدا لدى الجميع بأن الروس رغم عدم قبولهم حقيقة للخطاب والغطرسة الأمريكية دائما، معروف عنهم دائما لياقتهم السياسية والدبلوماسية وتهذيبهم العالي وخطابهم السياسي المحنك والمحترف حقيقة، وكل ما قاله لافروف نعم يوجد صعوبات، هذه صعوبات سوف نزللها، لا يوجد أساس حقيقي لاستمرار هذا النزاع أو هذا الخلاف بخصوص الوضع في سوريا، رغم تصريحات أوباما الرعناء وتصريحات وزير بين قوسين السادة. نعم، أعود إليك دكتور حسام فيما يتعلق في حال التوصل إلى هذه التفاهمات أو إلى هذا الاتفاق، ماذا عن الأطراف الإقليمية المعطلة؟ هل بإمكانها أن تتجاوز هذه التفاهمات الروسية الأمريكية، أم أننا تلقائيا نتحدث عن تحجيم للأدوار وإعادة رسمها أيضا في المنطقة؟ أتحدث عن أدوار هذه الأطراف الإقليمية المعطلة بطبيعة الحال. يعني أعتقد الدور أولا، نحن نتحدث بشكل أساسي عن السعودية وعن تركيا، أعتقد نعم. أن السعودية تم تحجيم دورها في سوريا، خاصة بعد ما يجري في اليمن والإخفاق الكبير للسعوديين في اليمن. التأثير السعودي بمرور الوقت يضعف في سوريا، خاصة بعد نجاحات الجيش السوري في الجبهة الجنوبية التي كانت يعني المنطلق الأساسي للجماعات المدعومة من السعودية. فالسعودية اليوم ليس لديها قدرة على تعطيل مسار التسوية،
ولكن هي يفترض بطبيعة الحال ربما أن تكون حاضرة في المحطة الأخيرة للتسوية، لكن هي لا يمكنها تعطيل المسار أو بداية المسار حاليا أو بناء الإطار. أما الأتراك أعتقد أن التركي اليوم هو لديه بدأ بمقاربة مختلفة تجاه الوضع في سوريا، وبدأ بمراجعة كل سياساته في المنطقة وخاصة من بوابة الحرب في سوريا، وهو اليوم يرفض أن يضع كل أوراقه بيد اللاعب الأمريكي، ويعتقد أنه تعرض لخيبة أمل لخديعة من الأمريكيين، أن الأمريكيين لم يراعوا مصالحه الأساسية في سوريا وهواجسه الأساسية كهاجس الأكراد مثلا، وهو بدأ بالتواصل مع المحور المقابل مع إيران مع روسيا ومع حتى بشكل ما ولو على مستوى منخفض مع الدولة السورية، وهو يريد اليوم أن يقوم بمقاربة أكثر عقلانية وأكثر تواضعا، والقبول بأن الأزمة في سوريا وسوريا هي أكبر بكثير من أردوغان ومن مطامعه، وأنه يمكن أن يكون لاعبا في مسار التسوية، لكن لاعب من ضمن مجموعة لاعبين، وهو بالنهاية لا يمكنه أن يتجاوز الدولة السورية وحلفائها. وهذا المسار قد يشجع التركي على الانخراط في هذا المسار الروسي الأمريكي، خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الهواجس التركية الأساسية بما فيها هاجسين أساسيين، الهاجس الأول هاجس الكردي، والهاجس الثاني أنه ليس هناك إرادة ورغبة من أحد بالقضاء بشكل كامل على دور تركيا فيما يجري، بل إبقاء لها حصة ولو محدودة لكن تسمح لها بالانخراط في عملية التسوية. وأعتقد أن الروس والأمريكيين يعني يأخذون بعين الاعتبار الحاجة إلى ضبط التركي وإدماج بعض مصالحه ضمن هذا المسار الذي يتم بناؤه حاليا. أنتقل إليك دكتور راضي. كيري بعد اجتماعه مع لافروف قال تفهمنا حول مسائل كثيرة بخصوص سوريا، لكن ما زالت هناك مسائل عالقة، هل ترى بأن الأمور ذاهبة باتجاه حل هذه أو تجاوز هذه المسائل العالقة بين الطرفين وبالتالي إتمام التفاهمات فيما بينهما؟ نعم سيدتي، هناك ذهاب باتجاه حل هذه الخلافات والنزاعات فيما بين الأمريكي والروسي لسبب واحد، هو أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه مستمرة على الجغرافيا السورية، وأيضا السياق السياسي الذي والانتصارات التي تحققها الحكومة السورية على المستوى الداخلي ومن خلال المصالحات الوطنية، يعني ويشي بأن هذا الصراع إلى نهايته. المسألة فقط عند الحدود الشمالية عندما يصل الروسي إلى صياغة معينة تجبر أو تلزم التركي على تقديم التنازل الحقيقي الذي وحده ما يخدم الجمهورية العربية السورية ويخدم إنهاء الحرب، إغلاق الحدود، عدم دعم الإرهابيين المتشددين المتطرفين، وعدم السماح لهم بأن تكون تركيا ملاذا آمنا لهم. عندها ستكون مهمة الجيش العربي السوري استئصال كل هذه العناصر الإرهابية على الجغرافيا السورية، ولن قرار القيادة السورية واضح ومحسوم منذ سنوات، لن يسمحوا ببقاء عنصر إرهابي واحد يحمل السلاح في وجه الدولة السورية والشعب السوري كائن من كان على كل كامل الجغرافيا السورية. وهذا القرار هو حيز والتنفيذ حقيقة، لهذا الضمان الوحيد لتحقيق هذه الاستراتيجية وأنهاء هذا الصراع هو فقط إجبار التركي على إغلاق الحدود ومنع تسلل الإرهابيين مرة أخرى إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور راضي اسكندر، كنت معنا عبر خدمة سكايب من برلين، الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور حسام. دكتور حسام، في حال تم إتمام هذه التفاهمات بين الطرفين الروسي والأمريكي، كيف سيكون شكل أو إلى أين تتجه الأمور؟ أتحدث عن المسارات السياسية بالتحديد. مسار السياسي أعتقد بداية يبدأ الحديث عن القضايا الإنسانية بشكل أساسي، تثبيت وقف لإطلاق النار ثانيا، بدء إعادة إطلاق مسار التفاوض وفق أهداف مقبولة من قبل المعارضة، أي أن تصبح المعارضة أكثر جاهزية للحديث بالشق السياسي، اتفاقات عامة على وحدة الدولة السورية، على الشراكة السياسية، والأهم من كل ذلك أن يجري تثبيت وقف لإطلاق النار وتثبيت من هم الإرهابيون الذين يجب القضاء عليهم وعدم إدخالهم في الحل السياسي.
أن تعلن الشرائح المختلفة من المعارضة موافقتها على ما يجري، أنها ملزمة أو وافقت على المسار السياسي ومسار الحل السياسي، وقال لها أنها ستعتبر جهات هي أيضا بدورها إرهابية. كل من يرفض هذا التوافق على بدء المسار السياسي يجب أن يصنف ضمن هذا الإطار، وهنا تصبح المعارضة أمام خيارات صعبة وأمام يعني تعرض للتصادم الداخلي، باعتبار أن هناك جماعات ستقبل الانخراط في مسار التسوية، آخرون سيرفضون ذلك، سنشهد حملات تخويم متبادلة وتفكك داخل جبهة المعارضة وإعادة إطلاق مسار التفاوض. إذن تثبيت خطوط قتال، تثبيت مناطق نفوذ، تخفيض مستوى المعاناة الإنسانية، وبدء مسار تسوي وتفاوضي على القضايا الأساسية المطروحة حول شكل الدستور المقبل في سوريا، حول المرحلة الانتقالية، حول شكل الدولة السورية، وحول الهيئة ما يسمى الهيئة الانتقالية. لكن من الواضح أن كل هذه العملية ستجري تحت شرعية الدولة السورية وشرعية النظام الموجود حاليا، وليس من فوقه أو من خارجه كما كانت تطالب المعارضة دوما. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور حسام مطر الخبير في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا. بالعودة إلى التطورات في حلب خاصة فيما يتعلق بالشأن الخدمي، ننتقل مباشرة إلى مراسلنا في حلب أنس رمضان ليضعنا في صورة آخر التطورات والمستجدات. أنس، ماذا في آخر تطورات لديك؟ هل تسمعوني أنس؟ نعم، تحية لك سناء وتحية لضيوفك ولمشاهدي الإخبارية. سوريا تواجد حاليا على الطريق البديل الذي أوجدها الجيش العربي السوري، والتي تشهد عمليات تأهيل من قبل الخدمات الفنية. هذه العمليات مستمرة على طول 18 كيلو متر. هنالك مراحل، المرحلة الأولى وهنالك مرحلة ثانية، والمرحلة الثانية يمكن لنا الحديث عنها هي المرحلة التي سيتم تعبيد الطريق بشكل كامل. وبطبيعة الحال هذا الطريق البديل الذي أوجده الجيش العربي السوري هو الطريق الذي تمر عبره قوافل المحروقات والمواد الغذائية القادمة إلى مدينة حلب، إضافة أيضا إلى حركة السفر بالنسبة للرحلات العامة وأيضا الخاصة. دعيني على الفور أن ننتقل إلى الدكتور محمد مروان علبي وهو محافظ حلب للحديث أكثر عن هذا الطريق وعن العمليات المستمرة، عمليات التأهيل. دكتور، نحكي عن هذا الطريق. الواقع اليوم نحن في جولة لتأكد من جاهزية الطريق وكيف الشركة المكلفة بإنجاز العمليات التي تمت. نسبة كبيرة من هذا الطريق أصبح الآن في مرحلة التعبيد وسيجهز في المستقبل لتسويته أيضا ليكون طريق بديل يقدم خدمات لمدينة حلب في كل المجالات، في النقل وفي نقل البضائع وبكل المجالات المختلفة. ونسبة الإنجاز الآن اليوم أكدنا على ضرورة الجودة وعلى السرعة بالإنجاز وعلى ضرورة تأمين كل الآليات اللازمة لإنجاز الطريق بوقت سريع جدا قبل أن تهطل الأمطار. شكرا دكتور محمد مروان علبي وأنت محافظ حلب. أيضا ياسر عبد اللطيف وأنت مدير الخدمات الفنية، طول الطريق، الوقت المتبقي بطبيعة الحال كعدد للأيام للانتهاء من هذا المشروع وانتهاء من تعبيد وتأهيل هذا الطريق؟ قبل خطور الطريق 18 كيلومتر يمتد من مدخل مدينة حلب عند السكن الشبابي وصولا إلى مدخل المدينة الصناعية بالشيخ نجار. اليوم نحن نقف بالقرب من المدينة الصناعية، أنجزنا 65% من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بتتضمن تأسيس الطريق وتجهيزه للمرحلة الثانية اللي راح يكون فيها قميص زفتي. طبعا المرحلة الأولى كلفتها 200 مليون ليرة سورية، تم رصد اعتمادات لها من موازنة إعادة الأعمار. الجهة المنفذة هي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حلب. المرحلة الثانية نحن حاليا قيد الحصول على موافقات كلفتها 475 مليون. الانتهاء منا سريعا. الانتهاء منا فورا، يعني نحن عم نشتغل بدون برنامج زمني لأنه الموضوع إسعافي وطريق إسعافي.
أسرع من البرامج الزمنية. شكرا لك أستاذ ياسر عبد اللطيف، وأنت مدير الخدمات الفنية. يعني كما شاهدنا سناء هو الطريق البديل، ويمكن لنا القول بأنه طريق مؤقت، لا سيما بأن عمليات الجيش العربي السوري مستمرة على الأطراف الجنوبية الغربية، وربما بأي وقت يعود الطريق عبر بوابة الراموسة. وبطبيعة الحال الأنظار، أنظار أبناء مدينة حلب، تتجه بطبيعة الحال إلى العمليات العسكرية التي تستمر على هذه المحاور. أعود إليك على أن نعود أيضا سناء في رسائل قادمة. أشكرك على كل هذه المعلومات أنس رمضان، مراسل إخبارية سوريا في حلب. للمزيد ترقبوا استوديو الحدث عند الساعة 4. في أمان الله.